السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في بداية صيف الطائف 1438، متجه للقاء أحد المربين ورجال التعليم الأفاضل في مدينة الطائف. سنتطرق معه لعدة مواضيع عن الطائف وعن التعليم. نكمل معه. إحنا اليوم مع المعلم الفاضل الأستاذ علي بن عطية الغامدي. تشرفنا بزيارته هنا. الله يسلمك. إن شاء الله بالخير أستاذ علي. الله يمسك بالخير حبيبي. أستاذ علي بن عطية بن مسهر الغامدي. الغامدي. أستاذ علي، نبدأ معاك من البداية. أنت ولادت فين؟ ولادت مكة المكرمة. في مكة. فين في مكة؟ في المعابدة. في المعابدة. وجلست. ودرست في المحمدية. الوالد والوالدة كانوا موجودين؟ كانوا موجودين وأنا صغير كذا. إيه. وتوفوا بدري وأنت صغير. أيوة أنا صغير. طيب بعدها؟ قعدت مع رحيمي زوج أختي. إيه. مع أختك يعني؟ مع أختي. إيه. وقعدت في مكة بعدين؟ وبعدين نقلنا الطائف. قبل ما تخش المدرسة؟ دخلت أولى في المحمدية في مكة. المحمدية. قلبت أولى بعدين طلعت الطائف. بعدين طلعنا الطائف. هو يعني يعمل في الطائف جوز أختك مثلا؟ أيوه يعمل في إدارة الدفاع المدني. كان الدفاع المدني. يسمونها المطافي. المطافي أيامها. أيامها فين كان مكانها؟ في السلامة. في السلامة. نقلت الطائف. نعم. سكنتوا فين في الطائف؟ في الشرقية. فحارة أسفل. أيوه حارة أسفل. حارة أسفل. أيوه بعدين نقلنا الشرقية. فين في بيت مين؟ بيت مساعد بن حريب. مساعد ابو درويش. أيوه. مساعد بن حريب. أيوه. مساعد عمر. مساعد عمر بن حريب. ايه. وجلستوا يمكن حوالي 7 سنين. 7 سنين ابتدائيه غلقت هناك. أيوه. درست فين الابتدائيه؟ في المدرسه العزيزيه في الطائف. العزيزيه. ايوه. فين مكانها كان؟ في بيت عبد الواحد سندي. اللي فين؟ اللي جنب مكتبه الميت. الشرقيه في طرفكم يعني. أيوه. قدامكم. أيوه. قريب منه. ايوه قريب. يعدوا الحزم. أيوه. وخلاص. ايوه قريب. مين كان مديره وقتها؟ محمد خوجه الله يرحمه. رحمة الله. اي والله. ايش كان يتميز له؟ والله رجل فاضل، يتميز بشخصيه جباره قويه. ايوه بادب ونظافه وكذا حقيقه. ومين كان معلمين وقتها معاه؟ الشيخ حسن منصوري، عبد الرحمن إلام. أيوه. الشيخ عبد الله بن رداد، الشيخ علي ابو دواهي المعوفي. المعوفي. أيوه. ايوه يعني كل عبد الرحمن المسفر. المسفر. أيوه. برضه درسكم. أيوه. فيه. أيوه. وقتها كان في مدارس غيرها؟ في السعوديه وفي موسى في اليمن. النموذجيه اليمنيه اللي دحين هي اسمها بن خلدون. ايوه نقل فيها بعدين المصري مدير. ايوه. ما درسك عبد الله سحره انت؟ عبد الله سحره في نفس المدرسه. في نفس المدرسه العزيزيه. ايوه في نفس. كان معلم. ايوه الشيخ عبد الحي كمال في نفس المدرسه. في نفس المدرسه. والمدير الخوجه. الخوجه. ايوه. درست المرحله الابتدائيه بالكامل هناك. ايوه. طيب اعطينا كذا عشان لا ننتقل الفترة هذه اللي عشتها في حارة أسفل، يعني أعطينا كذا شوية عنها يعني. طولتها كيف كانت؟ والله كانوا من أحسن الناس الصراحة، وفيها يعني مرتاحين كنا فيها مرة، والشباب فيها مرة ممتازين. هي. والأهالي ممتازين، يأدبونك وأنت ماشي، ما تقدر تروح، لا تلف ولا تلف ولا يمين ولا يسار. أيوه أدب كامل صراحة. انتقلت بعدها في الدراسة؟ درست في دار التوحيد. دار التوحيد. أيوه. أخذت الكفاءة. عام كم؟ انت اول شيء استاذ ولادك عام كم انت؟ 59. 1359. أيوه. هجريه. أيوه. في مكه. ايوه. غلقت الابتدائيه. مين كان من الطلبه معاكم انت تذكرهم؟ والله كان عمر مجيده رحمه الله. ايوه كان شو اسمه عبد الله بن حريم. درويش. 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 ايوه. أيوه. عبد الله وفاء، محمد المنجف. عاد وقتها استاذ اظن كان في كبار معاكم. إيه كبار وفي صغار. إيه. ما في سن محدد. ما في سن محدد. ما في سن ذي الكلام يعني. انتقلت لدار التوحيد. بعدين كيف كان مكانها؟ في نجمه. في نفس المكان هذا. في نفس النجمه. وراد الله انك بعدين تيجي فيها تشتغل. في نفس المنطقه. نفس الاداره. درست فيها المتوسطه كامله؟ متوسطه. ايوه. مين كان مديرها؟ عبد الرحمن الداوود. داوود. عبد الرحمن الداوود. انت عشت درست في ذاك الوقت وبعدين عملت معلم. ايوه. وبعدين في التعليم في دار التعليم. ايش الفرق بين الوقت اللي درست فيه كمعلمين كمنهج والوقت اللي انت درست فيه؟ والله معلمين فاضل الصراحه، كانوا حريصين على الطالب انه يفهم. حريصين. ما يطلع المدرس الا انت فاهم الدرس صراحه. والله دحين ما دحين والله ما يبي الحين الصراحه. غلقت مين كان قلت لي داوود من المعلمين وقتها؟ والله نسيتهم. بن مهدي درسك ولا؟ لا ما درسني. إيه؟ لا ما درسني. مين في معناسيهم؟ ناسيهم. ايش كان يعني تميز دار التوحيد وقتها؟ لان هي من المدارس
عملاقة. ايوه هذه احنا طبعا هي زي المتوسطة بس فيها الدين اشكال. ايوه يعني المنهج المنهج نعم المواد الدينية مركزة شوية. ايوه نعم مركزة. ما مارست أنشطة رياضية وقتها؟ إلا أنا كنت كمان أدرس تربية رياضية، دخل دورة رياضية. إيه. إيه طايف في عام 80. إيه. إيه ودرست تربية رياضية. نعم. طلعت من دار التوحيد واشتغلت مدرس. أول ما طلعت من دار التوحيد 3 سنوات ها؟ 3 سنوات. بعدين فين رحت؟ أخذت دورة في رياضية وبعدين. فين الدورة أخذتها؟ في الطائف؟ في الطائف في نفس النجمة. في نجمة ايه. لمدة؟ مدة يمكن حوالي 150 يوم. ايه وخلاص مدرس. ايه وبعدين اتعينت مدرس بعد 3 أو 4 أشهر كذا. ايه عينوني مدرس. فين؟ مدرس دخلت في مدرسة قروة يسمونها اللي هي الجاحظ الحين اول. ايه. مدرسة. ايه. ايه بعدين نقلت العزيزية. ايه ما كان مدير القروة؟ محمد زمزم الله يرحمه. زمزم. ايه محمد زمزم. ايه. معلم رياضة. ايوه معلم رياضة. معلم رياضة. انت اذا كنت رياضي انت؟ والله كنت انا لي نشاط في الرياضة ولي نشاط في هذا وفي. مع مين كنت تلعب يا استاذ؟ خلينا كيف؟ مع مين رياضتك؟ مع مين كنت تلعب وفين تلعب؟ والله الاندية وقتها ثقيف والطمام ما في في الشوارع يعني حقيقة. ايه. ما, ايه. في ايه. ما في ما في بحل. ايوه ايه. ما ثارت اسفل البرحات حقتها برحة الحروب برحة ذا برحة. ايه قلت لي صاحبك حسن بارفع او محمد بارفع. بارفع في الشرقية كانوا. ايه بعدين. ايوه بعدين نقلت للشرقية. فدرست في قروة كم سنة؟ درست سنتين. بعدين انتقلت؟ بعدين نقلت للملك عبد العزيز يسمونها العزيزية ذيك الأيام. ايه. اشتغلت فيها كمان. اللي فين؟ في الشرقية هنا. الشرقية ايه. شبرا قصر شبرا. ايه. في شارع شبرا. شارع شبرا هذا ايه. اشتغلت مدرس رياضة فيها سنتين وبعدين ترشحت وكيل للمدرسة. مين مديرها كان؟ علي حسن العبادي. عبادي مع علي العبادي. ايه. وجلست؟ جلست إلى 86. لا 87 هجري. ايوه يعني كم سنه خدمت تقريبا؟ 7 سنين. 7 سنين. بعدها؟ بعدها نقلت إدارة التعليم. اداري. ايوه مسكت التاديه رئيس للتاديه. التاديه تبع الماليه. ايوه تبع الماليه. الماليه مين كان رئيسكم؟ عبد الله سحره. والمدير التعليم؟ عبد الله حصين. حصين يعني. من يوم عبد الله حصين. ايوه الى 84 الى 94 وانت مع عبد الله في نفس الجزء. وانا في رئيس التاديه. ايه بعدين اضافوني لمحاسبه الرواتب صرت محاسب الرواتب واشرف على التاديه. ايه لين عام 14 1414. ايه بعدين اترشحت مدير للشؤون الماليه. ايه لين حلت الاستقاعد كلها في إيه؟ الفتره هذه. إيه؟ خدمتك ما شاء الله كم؟ 39 و8 شهور. 8 خلاص يعني ما شاء الله تبارك. طبعا بتضيف ليها الدورة خلاص يعني 40 سنة. 40 سنة. قصيت لي قلت لي يوم جيت تطلع التابعية في موقف حصل. أيوة رحت لهذا على. قالوا ما تتوظف لازم التابعية. إيه قالوا ما تتوظف إلا تحضر لنا التابعية. وأنت سنك ماي. ما كان يحني. إيه؟ بس أنا ما ودي إني زي ما تقول أذكر الكلام هذا. لا ما في شيء زمان الأمور سهلة يعني. فرحت الحوال في سنة سنة. رحت الجوازات كانت ما في يسمونها حوال يسمونها كل الجوازات. إيه. حصلت ناس يعني ناس طيبين موفقين الخير. أعطوني هي ندروني. زي مين؟ زي عبد الله يسلم الله يرحمه، زي عبد الله صباق. ايه ايوه ايه. يعني فرق سنة 8 شهور. ايوه قالوا مشي يلا قالوا مشي يلا. ايه. روح يلا. ايه. روح توظف. ايه. روح. ايه. ايه بعد كذا بعد فترة ضاعت الحفيظة هذه. ايه رحت ضيعتها. ضاعت مني بعد ما توظفت يعني. ايه رحت الجوازات لمدير الجوازات وقلت له كتبت له معروض وقلت له كذا كذا. فنفر فيا وقال لي انت بعتها ب8 ب9000 ريال تجري بالتابعية عشان تبغى واحدة ثانية. رحنا اشتكينا على مدير الشرطة كان خاضع على الشرطة هي. ايه. الله يرحمه عبد الله الخطاب كان المدير. يذكره بالخير ما شاء الله. الله يذكره بالخير ويرحمه ان شاء الله. امين. فرحت له زهم المدير قال له طالع في الشاب هذا. قال ما اعرفه قال هذا اللي يقول تقول انه باع التابعيه ب 8000 9000 يا شيخ ضيعها من شيء بس عندنا قال عندنا تابعيات تنباع تنباع ما هي قال له الان هي. الان اعطيله كان الشرطه وقتها في عماره الملك فهد الملك فهد ايوه قبل ما ينهد البيت ذاك ايوه هو بيت اسماعيل ايوه بيت اسماعيل. والجوازات كانت تحت اسفل أيوة. في الملحق لا حكينا يوم دخلت عليه لانه انت اللي ارسلك لي عمه ها اي عمه عبد الله عمه شو اسمه ده الله يعطيني اسمه شاكر بن احمد ايه عم عبد الله خطاب ايه قال لك خذ الورقه هذا وروح قال خذ الورقه وروح ايه رحت لا والله انا كنت اخاف من عبد الله خطاب هذا لهيبه هيبه والله لهيبه إيه؟ رجل لهيبه ايه
يا اخي ان الله عزمني ودخلت. ايه هذا يقول في عسكري تقول لي ايه عند الباب ايه عند الباب عسكري يقول قلت له خبط وانا زاد رعبي رعب وسميت بالرحمن ودخلت والله كان بس انه مستقبلني رجل فاضل الله يرحمه ان شاء الله الله يكثر من امثالهم من الامام وهذا حقيقه. طب استاذ علي انت يعني ارتباطك غالبا بين مكه والطائف يمكن الديره هناك في غامض تروح بس زيارات للجماعه بين سنتين يعني بس يعني اكثر ارتباطك هنا بعد سنتين ايه انا من ولادتي هنا وما ازور يعني اذا كان في مناسبه كذا ضروري اروح لها اما اذا كان غير كذا ما في. طب الزملاء تكلمنا كذا عن الزملاء في التعليم في دارة التعليم ايوه ام عبد الله ساحرة عبد الواحد ايش تقول عن الشخصيات الله هذه؟ عبد الواحد رحمة ايه واسعة نعم وهذا رجل فاضل هذا رجل ادار ادارة التعليم احسن ادارة حقيقة الله يرحمه ان شاء الله ما حد جاء زيه ما حد جاء زيه ابدا الا عوضنا الله ابوه بعبد ايش اسمه عبد الله بن محسن الهذلي ايه يعني رجل فاضل جانا نعم ورجل دين وطيب قعد عندنا 3 سنين وراح وبعد كذا والله الادارة ايش صفاته عبد الواحد؟ عبد الواحد ايش خليته الناس يعني عبد الواحد هذا كان اول حاجه بابه مفتوح للي رايح واللي جاي ويدري نعم عن الاداره الصغيره والكبيره فيها نعم ويدري عن اللي يشتغل واللي ما يشتغل صراحه عارف كل حاجه اي شخص يجي له يقول له فلان وفلان يطرده مع الباب ما يبغى النميمه هذه من ميزته هو ما يبغى النميمه هذه حقيقه وكان يداري الامور كذا كان يداري الامور وكان يساعد الناس وكان ماشي العمل وكان بابه مفتوح للرايح والجاي يعني ما ابدا ما جاء مدير في اداره في زي زملائك وقتها كان صالح كردي ايه كان محمد الماضي ايه حمدان مديس رداد الحارثي الله يرحمه هذول كانوا من استاذ يعني علي ايام دراستك الابتدائيه وبدايه المتوسط كنت في حاره اسفل بعدين نقلت فين في السكن الشرقيه فين في الشرقية؟ الشرقية في بيت لكم ولا؟ أيوة بيت أيوة بيت بيت إيه؟ بيت لنا أيوة أيام أدوبة بعد الشرقية أيوة أدوبة يعني جنب إيش؟ جنب بيت مين؟ جنب جنب بيت محسن بن ربيع جنب محسن عم محسن بن ربيع تحت يعني قريب المثنى أيوة حول المثنى إيه؟ حول إيه؟ المثنى مين جيرانكم كان وقتها؟ والله جيراننا على بن ربيع على صقر النفاعي أيوة مرشدي كمان أظن كيف؟ عبد الله مرشدي كان جنبكم عبد الله مرشدي بيت بارفعة ولا بيت بارفعة جنبنا ايوه والحافي ايوه بيت بارفعة بيت كليب وعيفان والمؤيد بيت حمزة عجلان بيت محمد الميمان بيت كثير بيت سراج منسي ايوه كثير يعني الجيران جنبنا ايه. طيب نجي الحين تذكر عم علي الزين حقت الحارات ويام اذكرها ايوه ايام الملوك يجوا في الصيف ايوه اذكرها هذه حارة اسفل حارة فوق والشرقية ايه. تحدثنا من هذه متعة هذه متعة. متعة متعة والله متعة حقيقة متعة يعني لما كانوا يسوونها متعة يمتعون الناس في الصيف وبذاو حقيقة ايه. مين كان أصدقائك في الشرقية دائما معاك والله كثير كل الحارة كل الحارة كل الحارة الحارة صغيرة كانت ما يزيد الحين صغيرة عمدتكم الشرقية كان لها عمدة ولا لا؟ ايوه صلاح الحميدي كان صلاح الحميدي ايوه ولين وبعدها؟ بعدها جاء حامد بن مقبول ايه حامد مقبول أيوه. اظن بشكتكم هو كان معاكم ايوه معانا ايوه معانا داوم مع عيال بارفعة نعم عبد العزيز المسفر كان معانا ايوه برضه في ايوه نفس الحي ايوه وعبد كريم كلهم كانوا قريب مننا قلت لي قصة كان عيونك تعبانة ايوه والله فيها كذا حمار وفيها أيوه وانت طفل والله اهلي اعطوني ربع ريال ايه ورحت قالوا هاي روح احرق راسك فين؟ عند عم محي الدين الله يرحمه محي الدين إلاء ايوه إلاء اللي جنب خان القاضي هناك ايوه ايه والله رحت قعدت على الكرسي وراسي مرخي قال يا ولد ارفع راسك قلت عيوني تعاوني قال اقول ارفع راسك شوف والله رفعت راسي الا عيوني مره قال ادر الطاقية ادرها محمره ايوه قال ادر الطاقية انا بحجمك عيونك تعبانه والله حجمني الله يجزاه بالف خير ورحمه بس لا دحين انت تروح الحلاق لوحدك وانت صغير ايوه رحت أيوة رجال خلاص أيوة رجال حتى وانت طفل ايوه ما حد يقول له حتى تعرضك يعني ايوه والله رحت حلق راسي حجمني حلق راسي قال لي الله توكل على الله حجمك عشان شاف العيون عيون ايوه أيه والله ما وصلت بيتي الا عيوني اني طالع في عين الشمس ما شاء الله ايوه ما شاء الله الوجع ذاك كله راح منها ما شاء الله اي والله وروك عشان انبسطوا ايوه انبسطوا قال الله يجزاه بالخير لو ندري كان من زمان قال وديناك